السلام عليكم. بلا شك راك حاير وما عارفش راسك واش ناجح ولا لا. كاين اللي ما عندوش مشكل، جايب نقط مزيانين وضامن راسو ناجح، وكاين اللي كيقول انا كنت غادي نجتهد في الدورة الثانية ودابا واش غادي نضيع. اولا شنو خصني نعرف باش يمكن لي نقول انا ناجح ولا انا ساقط؟ الشيء اللي غادي نتعرفوه في هذا الفيديو، بقاو معايا. اذا هذا الفيديو عنوانه هو كيفية حساب نقطة الدورة الثانية ومعرفة معدل المراقبة المستمرة، يعني باش تعرف في راسك واش ناجح ولا لا. بقاو معايا. اذا لحسابي نقطه الدوره الثانيه كاينين ثلاثه ديال الحالات. الحاله الاولى في حاله عدم اجراء اي فرد في الدوره الثانيه، يعني الناس اللي ما داروش حتى فرد في الدوره الثانيه. لاقرار النجاح في هذه الحاله ستعتمد نقطه الدوره الاولى، يعني باش نقولوا التلميذ هذا ناجح ولا ساقط غادي يعتمدوا النقط ديال الدوره الاولى في هذه الحاله. ولكن ممكن استثناءات في بعض الحالات، مثلا تلميذ كان المستوى ديالو منخفض في الدوره الاولى، الاساتذه في الدوره الثانيه حسوا به بانه المستوى بدا كيتحسن، يعني ممكن يحسنوا له النقطه ويخليوه ينجح في الدوره الثانيه. الحاله الثانيه في حاله اجراء الفرض الاول في بعض المواد، في الحاله ديال انه درتو الفروض ولكن ماشي في المواد كلهم، درتو غير في بعض المواد. إذا معدل الدورة الثانية في هذه الحالة هو حساب نقط الفروض التي تم إجراؤها، الفروض اللي درتوهم مضروبة في المعاملات. وبالنسبة للمواد التي لم تجرى فيها الفروض ستترك الصلاحية للأساتذة كما قال السيد الوزير في وضع النقط بشكل يخدم التلميذ وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص، كما قال السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في مجموعة من المنابر الإعلامية، آخرها هو الخرجة الإعلامية ديالو في برنامج أسئلة كورونا مع الإعلامي صلاح الدين الغماري. إذا قلنا في هذه الحالة ديال أنكم درتو غير بعض الفروض، غادي يتم الحساب ديال النقط ديال الفروض اللي درتوهم مع ترك الصلاحية للأساتذة اللي ما درتوش عندهم الفروض في وضع النقط بشكل يخدم التلميذ وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص كما قال الوزير. حالة ثالثة في حالة إجراء الفرض الأول في جميع المواد. دابا في الحالة ديال أنكم درتو الفرض الأول في جميع المواد، الفرض الأول في الدورة الثانية دائما. إذا معدل الدورة الثانية في هذه الحالة هو مجموع نقاط الفروض مضروبة في معاملاتها مقسومة على مجموع المعاملات. في هذه الحالة الأمر سهل جدا، كل فرد غادي يضربه في المعامل ديالو وغادي تجمع داك الشيء اللي غادي يحصل لك وغادي تقسمه على مجموع المعاملات وغادي تحصل على نقطة الدورة الثانية. الآن معرفة معدل المراقبة المستمر. كيف أعرف معدل المراقبة المستمر؟ إذا حسب بلاغات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول مآل الموسم الدراسي، تم التأكيد على اعتماد نقطة المراقبة المستمرة في إقرار نجاح أو انتقال التلميذات والتلاميذ من مستوى لآخر. إذا الوزارة في بزاف ديال البلاغات، بزاف ديال الخرجات الإعلامية ديال السيد الوزير سعيد أمزازي، أكد بأنه الوزارة غادي تعتمد على المراقبة المستمرة باش نقولوا هاد التلاميذ ناجحين وهاد التلاميذ راسبين. فهم؟ وإليكم طريقة حساب نقطة المراقبة المستمرة. إذا كما كتعرفوا لحساب معدل المراقبة المستمرة نقوم بجمع معدلي الدورة الأولى والدورة الثانية وقسمتها على 2، يعني كنجمع الدورة الأولى والدورة الثانية وكنقسمها على 2، هذا هو النقطة ديال المراقبة المستمرة أي المعدل السنوي. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مستويات إشهادية بحال من الأول للخامس، السابعة الثامنة وجي العمو الشهري، هاد الناس هادو الوزارة غتعتمد فقط المراقبة المستمرة لأن ما عندهمش امتحانات، غادي تعتمد على المراقبة المستمرة فقط. يعني التلاميذ مثلا اللي ما جابوش معدل في الدورة الأولى، ما جابوش معدل مزيان، الأساتذة ديالهم في الدورة الثانية إلا شافوهم كانوا كيتحسنوا ممكن يضيفوا لهم نقاط اللي يخليوهم ينجحوا. نمر الآن طريقة حساب المعدل السنوي بالنسبة لكل من السادس ابتدائي والثالثة إعدادي. الآن غادي نعرفوا الطريقة ديال حساب المعدل السنوي بالنسبة للتلميذات وتلاميذ السادس ابتدائي والثالثة إعدادي. أولا بالنسبة للسادس ابتدائي، نعرفوا بأن السادس ابتدائي عندهم معدل المراقبة المستمرة 25-25، يعني 25% ديال الدورة الأولى و 25% ديال الدورة الثانية. ثانيا كاين الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة، الامتحان المحلي اللي دوزتو في الدورة الأولى هذاك النسبة ديالو عاوتاني 25%. واخيرا كاين الامتحان الاقليمي اللي النسبه ديالو كذلك 25%. بالنسبه للامتحان الاقليمي ما كاينش هاد العدد، يعني لحساب معدل السنوي بالنسبه لتلاميذ السادس ابتدائي غادي نحسبوا فقط المراقبه المستمره،
زائد الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة. هذا عندكم النقطة ديالو، وهذا هنايا عندكم النقطة ديال الدورة الأولى، وكاين الناس اللي داروا فروض في الدورة الثانية، يعني غادي يحسبوا المراقبة المستمرة مع الامتحان المحلي. الآن بالنسبة للثالثة إعدادي، عندنا معدل المراقبة المستمرة نسبته 30%، عندنا الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة النسبة ديالو 30%، وكاين الامتحان الجهوي الموحد النسبة ديالو 40%. هذا العام الامتحان الجهوي الموحد ما كاينش، إذا باش نحسبوا المعدل فقط يكفي أنني ناخذ المراقبة المستمرة ونجمعها مع الامتحان المحلي ونقسم على جوج ونحصل على المعدل السنوي بالنسبة لثالثة إعدادي. ونورمالمون كيفاش كنحسبوا معدل ثالثة إعدادي؟ كنديروا المعدل ديال المراقبة المستمرة مضروب في 3، المعدل ديال الامتحان المحلي مضروب في 3، والمعدل ديال الامتحان الجهوي مضروب في 4، وكنقسموا على 10. حاليا الامتحان الجهوي ما كاينش، اذا يمكن لي هذه نضربها في 3 وهذه نضربها في 3 ونقسم على 6 باش نحصل على المعدل السنوي بالنسبة لتلامذة وتلميذات الثالثة إعدادي. لكن مع كل هذا، إقرار النجاح من عدمه سيتم بعد تحديد عتبة النجاح والتي ستحدد من طرف مجالس الأقسام. يعني هادشي كامل يعتمد على العتبة ديال النجاح اللي غادي يقررها مجالس الأقسام. وبناء على الظروف الاستثنائية التي نعيشها، فمن المحتمل وبشكل وارد جدا أن يتم تخفيض عتبة النجاح للمرور للمستوى الموالي. يعني من الأرجح ومن المحتمل وبشكل وارد أنه الوزارة والأساتذة في مجالس الأقسام أنهم يخفضوا عتبة النجاح باش يخليوا التلاميذ يمروا من مستوى لآخر، باش ما يظلموش التلاميذ اللي مثلا كانوا كيتحسنوا في الدورة الثانية. وحسب توقعي ممكن هذه العتبة ديال النجاح تختلف من جهة لأخرى ومن إقليم لآخر، يعني ممكن ينزلوا لتسعود ونص، ممكن ينزلوا لأقل من تسعود ونص حسب مستوى المؤسسة واش النقاط طالعين ولا نازلين. إذن هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، ما تنساوش تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري والاشتراك في القناة، الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة، وكذلك الضغط على زر الإعجاب، وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.